جملة من المغالطات الواضحة والمفارقات المجحفة حملها التقرير الأخير للجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة يراها حقوقيون يمنيون. فبين قرارات الإجماع الأممي أبرزها 22/16 وتقارير اللجان المنبثقة فرق في التشخيص والتوصيف، حين صار الإنقلابيون حكومة أمر واقع وذكر القصف اليومي للأحياء السكنية والمصالح المدنية بالصواريخ الباليستية الإيرانية على استحياء. تغاضى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عن الكثير من جرائم الحرب التي مارستها ميليشيا الحوثية، منها استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ البالستية الإيرانية وكذا الطائرة المسيرة التي تستهدف الأحياء السكنية. كل هذه الجرائم تغاضى عنها التقرير مكتفيا بالإشارة إلى ما أسماه جرائم قد ترتقي إلى أن تكون جرائم حرب، فيما جرائم الحرب الحقيقية تغاضى عنها، وهو ما يؤكد مجددا أن الأمم المتحدة لا تتعامل بحياد في القضية اليمنية وإنما تستمر في التستر على جرائم الميليشيا الحوثية. تقرير لجنة الخبراء طالب لأول مرة تحويل الملف اليمني إلى محكمة الجنايات الدولية، وقلل نصا من فعالية القضاء اليمني ولجنته الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه وخلال فترته الزمنية المعلنة لم يفند كثيرا من جرائم الحوثيين المثبتة. تفاجأنا كثيرا بما يحمله هذا التقرير، منحاز تماما للميليشيات الحوثية، تجاهل تماما الآلية الوطنية الوحيدة المعترف بها دوليا وهي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وكذلك التقليل من القضاء اليمني، وللأسف الشديد التقارير التي تنبثق من الأمم المتحدة تتناقض تماما مع قرارات مجلس الأمن. مراقبون للشأن الإنساني أكدوا أن تقرير لجنة الخبراء مثل انحيازا واضحا للإنقلابيين وتجنيا على الحكومة الشرعية. كهذا الجو المتقلب بين المشمس والماطر جاء تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة متناقضا، متغاضيا عن جرائم الحوثيين ومساويا بين الضحية والجلاد. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.